كان في ضربة ركنية بالنسبة لخالد المليتي مرفوعة وبالرأس، والهدف الأول للنادي الأفريقي. يحترم المنطقة القانونية الدباي، وهدف هدف لصالح النادي الأفريقي. سهير زوادي ما زالت، والهدف الهدف الاول للنادي الافريقي. الحكم مرفوع على الكره، يعود الحارس الفتراوري يصير عنده كره، والهدف الاول. سجل الهدف الأول والوحيد إلى حد الآن. كرة مرفوعة وتسديدة، والهدف الأول. الهدف الأول. يحيى التسديد والهدف، يسوق حسام بن يحيى ويفتتح. اللقاء وضربة المخالفة لصالح النادي الأفريقي، برياح التنفيذ ينفذ برياح، والهدف الثاني. ارجع سويابي عبد التراوري، الهدف عبد التراوري، الهدف الأول للنادي الأفريقي. والهدف التعادل، هدف التعادل كان متقدم الحارس العربي بيجري. Now!
الطرف الثاني أمير العقلون، أمير العقلون يا ربي عندي سيد يحيى بوكس بيوم ممتازة تسديد ممتازة الهدف خليتي وحسين أمير العقلون دفع حسين بيشا على كل يدي في عدرا وريد هل يلقى الحل مع أمير العقلون ممتازة تسديدة والهدف الثالث انت مع الركنية الركنية أسامة السلامي في تنفيذ ضربة الجزاء والهدف الأول الهدف الأول للنادي الإفريقي أليكسيس هذا أليكسيس الأمير العقلون تصويب والهدف الثاني الهدف الثاني للنادي الإفريقي محمد التراوري هو هدف تسجيل الفرق التنفيذ ينفذ ويعدل 1-1 بين النادي الإفريقي والملعب الروسي